هسه الان الى ذاك الزمان. احنا هي كن على ثقه، هي اريد ان اضغط الابحاث اشوف ما يصير يا عز، يعني الرؤيه ما تتضح. اعزائي احنا عندنا ثلاثه دوائر: دائره الواقع، دائره الذهن عالم الذهن، دائره اللغه التي تعبر فيها عما فهمت انت. واضح صار؟ اللي وينكشتاين اشتغل على ماذا؟ على هذا الركن الثالث اللي هو مرتبط بشنو؟ باللغة، بالنظام اللغوي. يا عزيزي أنت أي واقع خارجي عندما تفهمه تدركه تضع له لفظا ينسجم مع منظومتك الفكرية للتعبير عن ذلك الواقع الذهني. فاللغة جزء مقوم للفهم، مو أيضا مرآة، ليست مرآة. ولهذا أنت تجد حقيقة واحدة أو صورة ذهنية قد يعبر عنها بلفظ لطيف فتعطيك انطباعا، وقد تلك الحقيقة الذهنية أو الفهم الذهني أو الصورة الذهنية تعبر عنها بلغة ثانية سلبية فتنفرك منها، مع أنها أنتم تقولون اللفظ ما هو دوره؟ دور الإراءة. لا عزيزي مو هشكل، له دور كبير في انطباعك وتلقيك من الصورة الذهنية. وهذا هو علم اللسانيات أو علم الألسنيات. من قال لكم أن اللغة لا دور لها؟ على هذا الأساس أنت تستطيع أن ذلك تدخل. لماذا أن القرآن يدعي أنه معجز في لغته؟ لأن اللغة القرآنية أيضا من أهم وجوه إعجاز القرآن. وهذا هاي